من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا. حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا. فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا. يعيش المرء مرتبطا إذا ما أعمل الفكرة. إذا ما أعمل الفكرة. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. إنه لا يضل من هداه ولا يأمن من عاداه ولا يفرق من كفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهاويل ما يلقانا. والصلاة والسلام على المبعوث بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور وعلى آله وأصحابه إلى يوم النشور. أما بعد، أحييكم أحبتي بدعوات شاملات تامات متعاقبات مع عبير العود وأثير الجود ومع حلقة جديدة من برنامجنا أيها الإنسان تعلم. والآن نبقى مع قرعة سؤال حلقة الأمس. مليون مبارك للفائزين وحظا موفقا لمن لم يحالفه الحظ في الحلقات القادمة. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة والآن مع آيات الليلة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حاضرة قريبة يعدون
يعتدون شرعا مصفوفة عتوا تجرأوا. عدنا إليكم. الحوت ويسمى السمك والصيد وكنيته أبو العوام وأبو مسقار. والحوت ليس له أوتار صوتية ولكنه يصدر أصواتا على حسب حالته الجسدية والنفسية، وذلك عبر ثلاثة طرق وهي الصرير وقرع الطبول والديناميكا المائية. الحيتان تشبه السمك من حيث الشكل العام، ولكنها تختلف عنه في وجوه كثيرة، أهمها الذيل. فالزعانف الذيلية في السمك رأسية، أما في الحيتان فهي أفقية. كذلك تختلف عنها أن السمك يتنفس عن طريق الخياشيم التي تمتص الأكسجين الذائب في الماء، أما الحيتان فلها رئات وتحتاج إلى الصعود إلى سطح الماء لتتنفس لفترات طويلة. كذلك الحيتان مثل بقية الثدييات تلد صغارا تتغذى بالحليب الذي تدره الأم، بينما يبيض معظم السمك ولا يقوم بتغذية الصغار بعد الفقس. الحيتان أيضا من ذوات الدم الحار، أي أنها تحافظ على ثبات درجة حرارة أجسامها مهما تغيرت درجة حرارة البيئة المحيطة. أما السمك كله تقريبا فمن ذوات الدم البارد، أي أن درجات حرارة الجسم تتغير بتغير درجة حرارة الماء الذي يعيش فيه السمك. دماغ الحوت أكبر من دماغ أي مخلوق آخر على قيد الحياة أو منقرض، فوزن الدماغ في المتوسط 8 كيلوغرامات، ويمتلك أيضا رأسا كبيرا بحيث يبلغ طول الرأس ثلث طول جسمه، ويحتوي رأسه على مادة العنبر العطرية، وكانت هذه المادة سبب رئيسي لكثرة صيد مثل هذا الحوت رغم ضخامته. يصل عمر الحوت إلى 70 سنة وأكثر، ويرتبط إنجابها بالظروف البيئية. ففترة الحمل تمتد من 14 إلى 16 شهرا لتنجب الأنثى صغيرا واحدا فقط، وتستمر الرضاعة من شهر من 19 شهرا إلى 42 شهرا، وقد يرضع الصغير من إناث أخريات غير أمه. تتغذى الحيتان على الحبار العملاق والأخطبوط والأسماك المختلفة مثل أسماك القاع، ولكن الجزء الرئيسي من غذائهم هو مختلف أنواع الحبار متوسطة الحجم. يظهر على جسد الحوت دوائر وخطوط ولسعات نتجت عن العراك الذي يدور بين الحوت والحبار العملاق أثناء اصطياد الحبار. ولا يوجد محيط واحد في العالم يخلو من الحيتان، فالحوت الأزرق بيت في كل محيط. تحمل أنثى الحوت الأزرق كل 3 أعوام، وتستمر فترة حملها سنة كاملة، وتلد مولودا يصل وزنه إلى 2700 كيلوغرام، وطوله 8 أمتار. هذا النوع من الحيتان عديم الأسنان، ويتميز بلون جلده الأزرق الداكن والمنقط. يصدر عن هذا النوع من الحيتان أصوات عميقة ومدوية ذات ذبذبات منخفضة، تنتشر إلى مسافات بعيدة في الوسط المائي، مما يمكنها من الاتصال بعضها البعض عبر مئات الأميال. ويتراوح طول الحوت الأزرق البالغ بين 20 مترا إلى 33 مترا، أما وزنه فيصل من 90 وحتى 180 طنا. ويقال أن هذا النوع من الحيتان يمتاز بالهدوء الشديد والخجل. وقد ورد ذكر الحوت في القرآن الكريم في 3 قصص: قصة أصحاب السبت، وقصة موسى والخضر عليهما السلام، وقصة صاحب الحوت يونس عليه السلام. وأما في السنة فذكرت في قوله عليه الصلاة والسلام: فأمسك الله عن الحوت جرية الماء، وفي قوله: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهو حلال الأكل والبيع، وجاء في الأمثال فيقال: يأكل أكل الحوت والحال مسحوت، يطلق على من يأكل كثيرا ولا يسمن، ويقال: حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت، يطلق على تسلط الظلمة بعضهم على بعض. أما الحوت في المنام فإذا رأيته يسبح في الماء إلى الشاطئ فهذا دليل على وجود تغيرات كبيرة في حياتك، وإذا رأيت حوتا يظهر من الماء فهذا يعني أنك سوف تقوم بشراء شيء جديد. وإذا رأيت أنك على متن قارب
ورأيت حوتا يسبح بجانبه فهذا دليل على أن بيئتك ستدعم جهودك بشكل فعال، وأنك سوف تجد الدعم من عائلتك أثناء مواجهة أي مشكلة في العمل، والله تعالى أعلم. هذا ما لدينا عن الحوت، فاصل ثم نعود. مرحبا بكم مرة أخرى. في هذه الآيات من المواعظ والتذكير الشيء الكثير، فمنها أنه في هذه الآيات يذكر الله تعالى قوما من بني إسرائيل سكنوا إحدى المناطق الساحلية، وهي قرية أيلة على شاطئ بحر القلزم بين مدين والطور. وكان من شريعة بني إسرائيل أنهم لا يعملون يوم السبت ولا ينشغلون بأمور الدنيا، وإنما يتفرغون لعبادة الله. ففي الآيات الاعتبار بأحوال الأمم الماضية، فإنما تنطوي عليه طبائع يهود من خبث ومكر وتنكر للرسالة السماوية، يتلونون تلون الحرباء مما جلب لهم المقت من ربهم فأوقع بهم شر العقوبات. نعم، كان اليهود شأن في بادئ الأمر وقد أثنى الله عليهم، لكن التحول الذي حدث فيهم كان جذريا، حتى أصبح لا يعرف من شمائلهم أنهم يقودون إلى تقوى أو يعرفون بمهادنة. ولأجل هذا جاء التحذير الصارخ من أن نسلك مسالكهم، بل جاء الأمر الصريح بمخالفة اليهود والنصارى في كل شيء حتى ملبسهم، ووعدنا عليه الصلاة والسلام أنه من تشبه بقوم حشر معهم. وفيها أيضا بلاء وابتلاء، فلكثرة الذنوب ومعاصي أهل تلك القرية أراد الله أن يعاقبهم ويختبر إيمانهم ببلاء ينزله عليهم. مختلف هذا البلاء يختلف عن أصناف الابتلاءات الأخرى، بأن جعل السمك يأتي للساحل يوم السبت بوفرة فيراه الناس ويتعجبون من كثرته، وهو يوم إجازتهم، وما أن ينتهي ذلك اليوم حتى تبتعد الأسماك عن الشاطئ بعيدا، وفي بقية أيام الأسبوع تختفي عن شباك أهل القرية، ثم تأتي في يوم السبت الذي يليه. حتى انهارت عزائم بني إسرائيل وأرادوا أن يحتالوا على أمر الله تعالى لهم بعدم الصيد في ذلك اليوم، فصنعوا الحظائر والحواجز وجهزوا الشباك في يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان والأسماك يوم السبت دخلت إليها وبقيت فيها حتى يأتي يوم الأحد فيستخرجونها. وهكذا كانوا يحتالون على أمر الله تعالى ويعصونه بالخداع بارتكاب المحرم بطريقة غير مباشر، وفيها تفرق وترفق. فبعد هذه الحادثة انقسم أهل القرية إلى ثلاثة فرق: الأولى عاصية تصطاد بالحيلة وتحث عليها، والثانية لا تعصي الله وأنكرت ما فعله هؤلاء العصاة فأخذت تنهارهم عن هذا الفعل وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحذرهم من غضب الله. أما الفرقة الثالثة فكانت لا تعصي الله تعالى، ولكنها اتخذت موقفا سلبيا تجاه ما فعله العصاة وسكتت عن المنكر وأهله، فكأن الأمر لا يعنيها، ولم تنكر ما ينتهك من أوامر الله، بل إنها لم تكتفي بعدم إنكار المنكر، بل كانت تجادل وتتجادل مع الفرقة الناهية عنه وتثبطها عن النصح والإرشاد، وتقول لها: ما فائدة نصحكم لهؤلاء العصاة؟ إنهم لن يتوقفوا عن احتيالهم وسيصيب من الله عذاب أليم بسبب أفعالهم، فلا جدوى من تحذيرهم بعدما كتب الله عليهم الهلاك لانتهاكهم الحرمات. وعلى الرغم من هذا التثبيط، إلا أن الفرقة الناهية عن المنكر كانت تعرف أن دورها ليس إرغام الناس على اتباع سبل الهداية، وإنما بيان هذا الطريق والنصح إليه والترغيب فيه والنهي عن منكرات الأفعال وسوء الأعمال. فكانوا يجيبون على من يحاول إضعاف عزيمتهم في الدعوة بقولهم: إننا نقوم بواجبنا في الأمر بالمعروف وإنكار المنكر لنرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تكون علينا حجة يوم القيامة. وربما تفيد هذه الكلمات فيعود العصاة إلى رشدهم ويتركون عصيانهم. في الآيات أيضا إصرار على المنكر، فالعصاة لم يعودوا عن غيهم، لا سيما مع ما يجدون من صيد وفير، ولا يعلمون أن الله تعالى يقيم الحجة عليهم بهذا الفعل، وأنه سبحانه يمهل الظالم حتى يتوب ويعطيه الفرصة
وراء الفرصة إذا عصى عله يرجع إليه فيغفر له ويكفر عنه، فتجاهلوا ذلك كله وأخذوا يتمادون في العصيان والآثام. وبينما استكبر العصاة وأمعنوا في منكراتهم ولم تجد كلمات المؤمنين نفعا معهم، جاء أمر الله وأذن بتسليط العذاب عليهم، فحل بهم عذابا غريبا على النفوس أغرب من الابتلاء والعقاب الأول هو الحرمان من الأسماك، إذ مسخهم الله وغير أشكالهم من إنس إلى حيوانات. وفي الآيات نجاة المؤمنين، فإن المؤمنين الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لم يمسهم أذى، لأن الله تعالى لا يظلم الناس بل يجازيهم على أعمالهم، ولا تزر وازرة عنده سبحانه وتعالى وزر أخرى، فعذب الله العصاة وأنجى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ومن الدروس المستفادة من الآيات أن التهوين من شأن الإصلاح والإرجاف فيه ليس من سمات الأمة المسلمة الحقة، وأن مقولة بعضهم دع الناس وشأنهم فربهم رقيب عليهم ليس من السنة في شيء، إنما هو في الواقع إقعاد بكل صراط يوعد فيه ويصد عن سبيل الله من آمن. في الآيات سد الذرائع والحيل المفضية إلى الحرام، فبالحيل قتل اليهود أنبياءهم وانقلبوا على شرائعهم موادعة لأهوائهم ونزواتهم وشهواتهم. هذه بعض الفوائد والمواعظ من هذه الآيات. ونأتي الآن أحبتي إلى سؤال الليلة، وهو: ما اسم تلك القرية وأين تقع؟ يمكنكم المشاركة في الإجابة عن سؤال اليوم عن طريق مشاركة الحلقة على صفحاتكم على الفيسبوك، وكتابة الإجابة في التعليقات مع ذكر الاسم ورقم الجوال في صفحتي. يظهر الآن على الشاشة عناوين قناة عدن وعناويني. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة في ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتنا أجمعين، على أمل اللقاء بكم مجددا وأنتم بخير وسلامة عين، وإلى ذلكم الحين فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا، حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا، فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا، يعيش المرء متبطا إذا ما أعمل الفكرة، إذا ما أعمل الفكرة.